السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الآن في قلب العاصمة البوسنية سراييفو في منطقة أو حي اسمه حي إليجا. طبعا هذا سوبر ماركت. الآن أعرض لكم فيلا للإيجار. هذه الفيلا مباشرة جنب السوبر ماركت. هنا محطة غسيل سيارات. طبعا هنا في كذلك قلب إليجا اللي هو اللي فيه سنتر الخدمات وراء هاي العمارة على طول مدخل هنا. هذا هي هنا مدخل هنا على النهر. هذا الشيء تطلع على النهر هنا مباشرة تطلع على المولات. الآن نشوف شكل البيت. طبعا كله بصور لك كله برجلية عشان كلش المكان بعيد. هذه هي الفيلا. طبعا الفيلا هاي ميزتها اللي هي القرب من الخدمات اكتر شيء. زي ما انتم شايفين الشجر في ستر الى حد ما. طبعا لها مدخل لها جراج. هذا المدخل هنا هذا الجراج السيارة. هذه حديقة ما شاء الله اللهم بارك. البيت جديد ما حد أجره. السلام عليكم. وعليكم السلام. هنا في جلسة الشاو. ما شاء الله جلسة جميلة جدا. ما شاء الله جلسة جميلة جدا جدا. تعمل زي دوانية أو جلسة. تقعد هنا كده بسم الله تشرب الشاي أو القهوة ومستور تماما محدش شايفك من أي مكان. صراحة استغلال لكل كل الزوايا. طبعا هذا الجراج. هنا في جلسة. هنا هيتعمل كرسي اللي هو كرسي عزاز. متر how much per meter؟ ما شاء الله. الآن ده جناح الجولد. هذا السلم الأعلى. هنا عبارة عن الحمام. هنا في أدوات الحمام حطها مع السلم. شايفين الديكور مع السلم. ذكية جدا ما شاء الله. الست أمريكية ذكية يعني. دي غرفة تقف في الطابق الأرضي مع الحمام بتاعها. طبعا ما شاء الله هذا نفس الإيكيا. هو بتاع إيكيا. هو هو بس قصيت منه شوية. وهذا ممكن عملها تفصال. والله مش كده عملها تفصال بس نفس الحجم عشان تجيب نفس البوكسات إيكيا. وده الجولد. هنا على الحديقة مباشرة نطلع الآن الطابق اللي فوق. بيرم بيرم فعلا بيرم. كده احنا الطابق الاول
هنا دي غرفة لان نشوف غرفة تانية. هنا ده جناح لوحده من هنا صح. دي التعليمات طبعا ما شاء الله يعني في جدا ديزاين. حمام هذا الحمام عند صاحبنا الدكتور هشام. ما شاء الله هاي الصالة مع غرفة المطبخ مع المطبخ ما شاء الله. الفيلا يعني صراحة مرتبة بطريقة ذكية جدا جدا وذوق الست راقي جدا ما شاء الله في الفيلا. هذه الإطلالة طبعا فيش فيه إطلالة قوي البيت لأن طبعا هو قريب من الخدمات، فالبيوت اللي قريبة من الخدمات ما بنعتمد فيها على الإطلالة، أنا بعتمد فيها على موقع الفيلا. ما شاء الله أسأل الله يبارك لها ويبارك لكم ويبارك للجميع. ما شاء الله ناخذ هذا مكيف طبعا ما يحتاج المكيف يعني مكيف بس الجو هنا جميل. تراس صغير طبعا الموقف موجود ما يحتاج. هذا الشارع اللي كنت واقف فيه صور السوبر ماركت هنا سنترا إليجا بعد هاي العمارة مباشرة. هاي غرفة خاصة بتاعت معدات الغسيل وامور زي كده لل احنا الان هنطلع على الجزء الذهبي فوق. شو يا جماعة الديكور عامل ازاي؟ هنا الحمام طبعا ده الجولد هذا الجولد له مدخل لوحده. شوف المراية استغلت ازاي المساحة، مكانش في مجال تحط مراية هنا فقالت استغلت كل دي مساحة المراية. طبعا هذا الباركي قديم بس هي نضفته ولمعته. وهنا دي كده الغرفة اللهم بارك. Yeah.
هنا طبعا هو ده كان ايه كان دي كانت دور منفصل بس يعرف يستغله صح يعني ثابت اللمبه عشان تنور كانت بره الصاله قال لنا دكتور هشام طبعك عن الديكورات المعموله في البيت ما شاء الله البيت فيه ديكور جميل جدا ومجدد جديد ويعني حقيقه تحفه اكتر حاجه عجبتك ايه في البيت والله يعني التوزيع بتاعه كل المساحات مستغله بصوره يعني جيده جدا صوره مستغله هي بعد كده صاحبة البيت تنفسنا في الشغل استغلاليه كامله ده المطبخ ما شاء الله الله يبارك جلسة خفيفة عايز تقعد عشان تقعد على زعل يعني عشان نقعد هنا اه ماشي دلوقتي خلص تصوير ونقعد دي الحديقة مع التراس بره ده التراس الخارجي اللي احنا قلنا عليه دي الغرفة 35 لو تحط هنا مرايه ست في المنطقه دي يبقى كده ايه كامل الموضوع بالكامل with the orange. I think she's speaking thank you. With the Bosnian accent, typical Bosnian accent. Yes. Money. Yeah. Kisel Jack. Maybe I will say it wrong, but you are. Botanica. It's very nice. Botanica from? Kiselak. Oh. So new product. So only two. So grown 35, 45, 55. Any small, mid-sized, big project we can be involved bringing investors from GCC because I'm meeting some investors. Any chance of making sham like I this is Jeremy. Okay, how long have you been here? And Hisham will answer you first. I'm here from actually more than you say. Yes, are you married? I know Ali is 7 years, Hisham 5 years.
No. She you pushed her to speak Bosnian. Bosnian to them, they speak to her English, so yeah, you know, that is just how. Yes, yes, yes. Sorry, our son has a football game and he. Yes, you told me. Yeah. You told me. Is this type of registration? Just voucher. It's not invitation letter. It's just hotel voucher. Outside. Yes, but my I did it for my guest from Saudi. He asked you, can you issue me a voucher for hotel? Yes. So it's possible. And usually, you know, I do know now because he paid 30%. Okay, no problem. You guarantee what you see.
photo, I can move.
دكتور يحيى، اخبار البيت ايه؟ ايه اكتر حاجه عجبتك في البيت؟ احنا الريفر نهر الي نهر البوسنه ماشي 100 متر هنا. طب والبيت نفسه ايه؟ البيت شارع زاويه شارعين مجدد بالكامل، رينوفيتد حديثا جدا، غرف سبيشيوس، بلكونات، سعر يعتبر very competitive price من المالكة الأمريكية فانيسا.